ينبني مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي، وذلك تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات البرنامج الحكومي. وعليه تسعى الحكومة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل فيما يلي: أولاً، مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. ثانياً، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل. ثالثاً، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ورابعاً، الحفاظ على استدامة المالية العمومية. بالنسبة للرهان الأول، والذي يروم تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال عمل الحكومة على استكمال التنزيل الفعال ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري على الأساس عن المرض لفائدة كل فئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 مليار درهم. وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة لأنهم 350 درهم، وإلى 175 درهم من كل ولد من الأولاد الثلاث الأوائل غير المتمدرسين. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون 6 سنوات أو الذي يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم من كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي لهذا البرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025. كما ستعرف سنة 2025 استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فإن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، وذلك للإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة. وستواصل الحكومة تعزيز العرض الصحي خلال سنة 2025 عبر مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وابن ملال وقلميم، واستكمال إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة. كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقرب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركز صحي، سينضاف إليها 524 مركز صحي سيتم إنهاء أشغال تأهيلهم خلال السنة المقبلة.
وموازاة مع ذلك ستواصل الحكومة تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهاليا لكل 10,000 نسمة في سنة 2025 و45 مهنيا للصحة لكل 10,000 نسمة في أفق سنة 2030. كما تعمل الحكومة على توفير المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6,500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. وستواصل الحكومة أيضا العمل على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظام والمعدات المعلوماتية في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025. وقد خصصت الحكومة غلافاً مالياً يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. أثرت السيدات والسادة، فيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، تولي الحكومة عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأس المال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، حيث ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983,654 مستفيد برسم الموسم الدراسي 24-25، وتوسيع مدارس الريادة لتشمل 2,626 مدرسة ابتدائية و 232 إعدادية خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة 68 منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي. ولهذه الغاية فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 11.7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.